أحبائي الصغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الرياضيات من كتاب فضاء الرياضيات للمستوى الثاني ابتدائي. إذن أحبائي الصغار، إن شاء الله لدينا حصة جديدة، لدينا حصة أنشطة التقويم ودعم وتوليف تعلمات الوحدة الأولى. إذن قبل ما نبدأ الحصة ديالنا، ما تنساوش اللي ما مشتركش عندي اشترك، وكذلك أيضا خليوا لي جيم لهذا الفيديو. هذا على بركة الله غادي نبدأ الحصة ديال اليوم. إذن لدينا التمرين الأول. أحيط بخط القيمة الوضعية لكل رقم تحته خط. لدينا الرقم 4، الرقم 1، الرقم 2، الرقم 9، والرقم 8. هنا الرقم 1 يعني العشرات، والرقم 4 هنا يعني المئات. جيد، نديرو بهذا الشكل. هذا كذلك غنديرو هنا هذا الشكل. اذا هنا الرقم 4 كيمثل لنا 400، والرقم 1 كيمثل لنا 10. نشوفو دابا 518، هنا 8 كتمثل لنا الوحدات، وهنا 9 كتمثل لنا العشرات يعني 90، وهنا 2 فراه كتمثل لنا المئات، 200. جيد، نشوف الآن التمرين الموالي. أكمل بكتابة العدد المناسب في كل فراغ. لدينا 796 تساوي هنا 6 زائد 90 زائد 700، 582 تساوي 2 زائد 80 زائد 500. هنا 400 راه عطاوها لنا، 475 تساوي 400 زائد 70 زائد 5. هنا 613 كتساوي 600 زائد 13 زائد 13 زائد 0، 13 زائد صفر، او كنديرو زائد 10 عفوا زائد 3، كدير غنديرو 10 وهنا غنديرو 3. جميل، هنا 10 باش تبان لكم، هنا غنديرو 3. ثم 907، 907 550، ثم 130، 130، 130. نشوف الآن التمرين الموالي. أعد بالعشرات والمئات وأكمل كل سلسلة. لدينا هنا 990، 300، ثم هنا 310، غنبقى نضيفو 10، 310، 320، 330، 330، 340، ثم 350. هنا لدينا 101، 201، 301، 400، 501، لأنه يكون واضح، 501، 600، 701، 801. كنضيفو دائما 100 100 100، في الأول كنضيفو 10 وفي التالي كنضيفو 100. نشوفو دابا التمرين الموالي. إذن التمرين الموالي يقول: التمرين 4، استعمل الوحدات والعشرات والمئات واكمل بكتابة العدد الذي يمثله في كل خانة. اذا نستعمل بهذه التربيعات، هادو كتمثل الوحدات وهادو العشرات وهادو المئات. هنا عندنا كم وحدتين؟ اثنان.
وكم عشرة لدينا؟ واحد اثنان، اثنان كذلك. وكم من مئة لدينا؟ لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، إذا أربعة، إذا العدد هو 422. شو دابا نشوفو التالي، وحدتين اثنان، ثم لا شي وحدتين، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، إذا هنا عندنا سبعة، سبعة عفوا، ثم العشرة عندنا صفر، المئة شحال؟ واحد اثنان ثلاثة، إذا عندنا ثلاثمائة وسبعة، ثلاثمائة وسبعة، ثلاثمائة وسبعة، جيد. نشوفوا الآن التمرين الخامس. التمرين الخامس يقول: استعملوا الأرقام تسعة وثمانية وأربعة وثمانية وأكتبوا أكبر عدد وأصغر عدد. إذا أكبر عدد هو غادي نديرو هنا تسعة، وعاد ثمانية، وعاد كيليه أربعة، إذا تسعمائة وأربعة وثمانون. وأصغر عدد العكس، غنبداو بأصغر عدد اللي هو أربعة، ثم كيليه ثمانية، ثم تسعة، هو أربعمائة وتسعة وثمانون. شوفوا الآن التمرين الموالي: أحصر كل عددين بين عددين مضاعفين للعشرة. هنا عندنا مثال: سبعمائة، سبعمائة واثنان، سبعمائة وعشرة. إذا هنا، إذا هنا عندنا ستمائة مضاعفة عشرة، ثم غنديرو هنا سبعمائة، هنا غنديرو مئتان، هنا غنديرو ثلاثمائة، ثم غادي نديرو إذا هنا خمسمائة من مضاعفات عشرة، ثم ستمائة، هنا غنديرو أربعمائة، أربعمائة وعشرة مثلا، ثم هنا نديرو مئة، ثم مئتان، بهذا الشكل هذا. جيد. التمرين السابع، التمرين السابع يقول: ورتبوا الأعداد من الأصغر إلى الأكبر. إذا الأكبر غنديرو هنا، والعدد هو تسعمائة واثنان، يليه ثمانمائة وواحدة، يليه مئتان وتسعة، مئتان وتسعة، ثم في الأخير هو مئة وثمانية، بهذا الشكل هذا. السؤال الموالي: أكملوا رسم المستطيلات. إذن الشكل هذا غادي نرسمو هاد المستطيلات، ثم إذن قلنا المستطيلات في الدرس ديال أشكال المضلعات، قلنا راه كل ضلعين متقابلين لهما الطول نفسه. إذن جيد، إذن بهذا الشكل هذا. إن أحسنتم أحبائي الصغار، بهكا كنكونوا سالينا الحصة ديال اليوم. نتلقاو إن شاء الله في الحصة الماجية. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.